السائل يقول ان احد الاخوه الدكتور روجي في جريده الرايه تحدث عن تقنين الربا بمشاركه الفقهاء كذا. تقنين الربا بمشاركه الفقهاء لانه يقول بان اذا اعطينا انسان مالا ورده بعد 3 سنوات يكون المبلغ قد اصابه التضخم، القيمه النقديه تكون قد نقصت. هذا ماشي تقنين الربا، هذا تقنين القرض. الربا ما عنده ما يتقنن، الربا حرام وصافي. ما يتقننش الربا، الربا ما يتقننش. القرض هل يقنن ام لا يقنن؟ نعم، تكلموا فيه الفقهاء. تكلموا فيه الفقهاء قديما. وقال بعض الفقهاء ان الذي يعطي مثلا يعطي مبلغ ما لاخر ويرد الاخر ذلك المبلغ في بلد اخر. وما جابوا الدنانير، وذكرت لكم هذا مرة. دنانير مثلا المروية المروزية، والدنانير مثلا السجستانية أو كذا من هذه الأقوال. فهذا أعطاه 1000 دينار في هذا البلد، ومشى لآخر اللي هي أعطى له رد له 1000 دينار، مع العلم أن في البلد الآخر الدينار عندهم أقل. فإن هو رد له بالعدد يكون قد ظلمه، فلا بد أن يرد له بالعدد ما يقابل العدد، ما يدخلش عليه الخسارة، لأن الدنانير لا تتكافأ. أي يعطيه من قيمة ما أخذ منه. هذه ماشي تقنين، هذا كلام سويق اللي هضر عليه. واش هذا غادي نقولوا هذا غادي نقننوا؟ لا كاين هضر، هذا غير الناس ما قراوش كتب الفقهاء وصافي. الفقهاء تكلموا في هذا الشيء. راه بعض المرات الانسان يكون واحد الكتاب ما فتحوش ويقولوا غادي خصنا نقولوا، راه هذاك اللي غادي نقولوا راه قال وموجود. وهذا موجود في كتب، في احدى دكتورات الاقتصاد موجود هذا الكلام. بعد في كتاب الاقتصاد الاسلامي لسان الحق مذكور في هذا الكتاب الكلام.